زار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2021، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. وخلال الزيارة قام سموه بجولة في أقسام وأجنحة أسلحة الصيد، اطلع على آخر التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، واستمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المعرض وأهدافه وغاياته. وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستوى المتميز الذي وصل إليه معرض الصيد والفروسية بدورته الحالية 2021، وأشاد بمحتويات الأجنحة المشاركة على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدا أن هذا المعرض ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باعتباره من المعارض المتميزة على المستوى العالمي. وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يؤكد اهتمام دولة الإمارات بالمحافظة على التراث المرتبط بالصقور وصيدها وبالفروسية، باعتبارها تمثل جانبا مهما من التراث الإماراتي والخليجي، والذي يجب المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال المتعاقبة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على التعاون البناء الذي يجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حفظ التراث، وهو الأمر الذي تؤكده البرامج المشتركة بين الجانبين، معربا سموه عن تمنياته للمعرض بالنجاح وإبراز صورة ناصعة عن تراث الإمارات والمنطقة.